الصهيوني مجرم اون لي دون لو تابي روج. حنا ضد التطبيع وضد يجي هاد الصهيوني اللي عنده باقي الدم في يديه كيسير من اولاد غزه وجايبينه بلي تابي. وها انتم حنا الشعب كيفاش كيحاولوا يسكتونا وحنا سلميين كنقولوا لا للتطبيع صافي. ما بغيناش نطبعوا ما كاين صهيوني. هذاك الشيء اللي ربحوا مصر وهذاك الشيء اللي ربحوا الاردن هذاك الشيء اللي غنربحوا. ينوضوا لنا الكيره بينا وبين الجيران هادشي اللي بغاو ومن بعد هما يديروا ما بغاو ياكلوا الاراضي في فرنسا يديروا الفساد هادشي اللي كاين. وحنا ها انتم كيفاش كي دونك هادشي القمع مول فين القمع على الشعب راه مول فينو شنقول لكم. ولكن حنا ما غنسكتوش هاد القضيه ما غنسكتوش على التطبيع. يدوا في ودنيهم يقتلونا يعبرونا يديروا ما بغاو ما غاديش نسكتوا على التطبيع. ما يمكنش التطبيع يكون بيننا وبين كيان صهيوني. راه ما نعاودوا التاريخ ديال هذا الكيان. راه عنده ماشي جرائم في الدو هذا بالضبط اللي جا هذا بالضبط طابي سميتو غتشوفوا اش داير. وهاد حنا نعطوا لي طابي روج ويسلم ياك ويبات عندنا بخير وعلى خير. ما يمكنش الجمعيه المغربيه لدعم فلسطين وضد التطبيع نظمت هذه الوقفه الرمزيه للاحتجاج على الزياره ديال مجرم الحرب بيني غيت وزير العدوان ماشي الدفاع وزير العدوان الصهيوني اللي طبعا معروف بالجرائم ديالو في غزه وفي جميع انحاء فلسطين وفي الضفه وغيرها واللي ارتكب جرائم ضد الاطفال والنساء والشيوخ وجميع ابناء الشعب الفلسطيني. الدوله ديالنا كتصعب له في اطار عمليه التطبيع الخيانيه اللي شرعت فيها ابتداء من 22 دجنبر من السنه الماضيه بتوقيع رئيس الحكومه على اتفاقات مع الكيان الصهيوني على المستوى الاقتصادي والسياحي والثقافي والتعليمي. ومعروف باننا كجبهه دنا هذه العمليه ديال الاتفاق وهذا التطبيع وكنطالبوا باسعاد التطبيع وتجريمه كما اننا كنعتبروا بان دخول ديال الكيان الصهيوني لبلادنا لن يفعل الا تخريب البلاد وتخريب جميع المنظومات سواء المنظومه التعليميه او الفلاحيه او غيرها. اذا مجددا ندينوا هذه الزياره وكندينوا السلطات على استعبالها لمجرم حرب اللي كان من المفروض على السلطات القضائيه انها تعتقلوا عند الوصول ديالو للمغرب وماشي تستعبلوا. اذا تحيه لجميع الناس اللي شاركوا وكنسجلوا كذلك ان السلطات منعتنا من عبروا على راينا وهذا كيبين بان الدوله ما كتسمعش الاراء الناس الاخرين كتبغي تسيد الراي ديالها. المغرب ارضي حره يا صهيوني اطلع برا المغرب ارضي حره يا